مدونة الموضة مريم شاهر هي ضيفتي بفقرتنا الأولى فقرة غير شكل. رح نحكي مع بعض عن التربانات اللي لاقت رواج مؤخرا وانتشرت كتير بين الصبايا وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك مريم، نورتيني. أهلا فيك ديانا حبيبتي، سعيدة جدا بلقائك مرة ثانية. وأنا بالأكثر. أول شيء بدي أقول لك أنه كتير لابق لك التربان. شكرا كتير. هل في وجوه معينة بيلبق لها التربان ولا يعني ما بتفرق كتير؟ هلا بصراحة التربان ما كتير متقيد بوجه دائري أو وجه طويل، يعني صار تقريبا اغلب البنات عم بيلبسوه هلا. بس انا بفضل يعني الوش المطاول انه على طول تخبي رقبتها مشان ما يبرز لك كثير وجهها ويبين انه طويل. بيطلع كثير طويل. أيوة. خصوصا انه انتم في شيء بتحطوه تحت التربن ليمسك. صح، هي بتكون مثل الكليبس او مثل المطاطه من قماش بتكون عشان تعطي بس انه تثبت التربن، هي اساس التربن ليثبت. طيب ومن وين بلشت الفكره، فكره التربن تنتشر كل هالقد؟ هلا هي من زمان موجودة بس هلا انتشرت بطريقة مو طبيعية. يعني بصراحة من زمان موجودة بس ما كان حد كتير يتجرأ انه يلبسها. صح، صارت موضة. هلا اكثر عم يتجرأوا يلبسوها وحتى صارت اسرع من الحجاب. هلا بالنسبة للتربن، هل في مثلا معايير محددة لما بدي البس التربن؟ يعني اذا كنت لابسة لبس معين لازم يكون هذا التربن بالتحديد ولا عادي كقماش كلون؟ يعني مو هالشيء تتقيدي فيه، حتى الالوان بسهولة بتختاريها. صار هلا في عندك المعرق كثير هلا موضه، هلا الموسم المعرق، التربانات المعرقه. يعني مش اذا كنتي لابسه ابيض او اسود تحطي مثلا التربان اسود او يكون ابيض، فينك تكسريه باحمر لانه عاده بتعرفي من زمان كنا متقيدين انه مثلا لازم يكون عندنا لونين فقط باللبس. صحيح مزبوط، انه مثلا يا ابيض يا اسود يا اما احمر يا اما ابيض يا اما اسود واحمر، فما كنا ندخل اللون الثالث. بس هلا بهالايام لا، بالعكس، يعني اللي لابسه اسود وابيض فينا تدخل الاحمر، اللي لابسه احمر وابيض صارت تحط فينا التربن الاسود. كثير حلو، قيدنا كثير باللونين. يعني. هل في بشرات معينه بيلبق لها لون معين بالتربن ولا لا؟ كمان صارت البشره البيضه فينا تلبس تربن، البشره السمراء بتلبس تربن، بالعكس يعني ما في كثير عملي لجميع انواع البشرات. هو فعلا كثير عملي وبتحسيه مريح. بس هل يا ترى كل البنات بيعرفوا يحطوه بطريقه مناسبه؟ هلا لا، في منهم صراحه ما كثير عم بيضبطوه فعم بيلجأوا للتربنات الجاهزه وخاصه بالسفر، بالسفر كثير عم بيريحهم انه يلبسوا التربن الجاهز، ما عم بياكلوا هم عشان خلص بسرعه يكونوا جاهزين وعم بيحطوه ويطلعوا. وحتى عندك بالسباحه البنات مزبوط. اللي عم بيروحوا يسبحوا انه غير الماي الشرع اللي عم بيلبسوه كثير عم بيلاقوا كثير التربن سهل لهم، اسهل بالنسبه لهم انه من اي شيء ثاني، انه يكون حتى موصول بالقطعه نفسها. بتحسيها شوي بتخنق. ايه صحيح، هو بتلاقي اخف من ما تكون القطعه الموجوده بالماي نفسها. مزبوط. خلينا نحكي عن الاقمشه تبع التربانات، شو هي اكثر الاقمشه الموجوده؟ ومثلا اذا بدنا نروح على سهره شو بنختار لون قماش او نوع قماش؟ هلا بالنسبه للسهره انه يكون ستان، يكون او شيفون، وعندك القماش اللي بتكون فيها اللمعة كتير مناسبة للحفلات، للسهرات، للأعراس، أنه بتحسيها هي القماشة اللي بتعطيك المنظر مع الفستان اللي أنت بتكوني لابستيه أو مع اللبس، يعني اللبسة نفسها للأعراس. هلأ بالنسبة للبنات المحجبات عادة بيحبوا إطلالة فيها شوي احتشام بالنسبة للرقبة يعني. صح. فكيف ممكن نلبق الشال اللي بنحط مع التربن؟ هلأ الشال مع التربن فينك تلبقيه بطريقة انك تسكري الرقبة، يا اما تكوني لابسة قطعة او تيشيرت تكون مثلا تحت الملابس اللي انت لابستيها او من الشالة نفسها فينك تغطي الرقبة. وهلا رح فرجيكي كيف الطريقة اللي فينك تغطي الرقبة فيها. مريم بدي اتشكرك كثير، طبعا انا رح اتركك مع المشاهدين لتعلميهم اكثر من طريقة للفة التربانات. تمام. اول شيء رح ابدا بالتربن اللي حكينا انا وديانا عنه للمناسبات والحفلات. We'll be right back.
التوربان الأول صار جاهز. رح فرجيكم هلأ اللفة الثانية رح تكون هي للوجوه المطاولة. هاي القماشة الثانية رح تكون القماشة بتكون ناعمة. صير منلفة بطريقة ثانية. رح خلي جنب قصير وجنب طويل. أخذ الجانب القصير وحاول مرقة من هالاتجاه. الجانب الطويل يلي رح أغطي فيه الرقبة بهالطريقة. هل رح انتقل للفة الأخيرة اللي رح تكون اللفة العملية. اللفة هاي استخدمت الحجاب المربع، رح اتني بهالطريقة. أرجع أثني كمان من فوق ولفة ثانية رح أخذ. وهي القماشة رح أحاول أدخلها من جوا. رح أثبته بهالطريقة. فيكم تحطوا كمان حلق معه. وهيك منصير خلصنا 3 لفات.